النهارده طلعتنا الجميله دي بتاعت مين؟ انا فستاني دولشي جابانا وحلاقي دولشي جابانا شوز جوتشي. متعودين ان عبير جميله ودايما شيك وبتهتم بالاناقه والجديد والموضه. بتحبي الوان ايه؟ بحب الاسود وبحب الابيض والاحمر. انا ملاحظه انك دايما بتحبي الاسود اكتر وبتلبسي كتير. يعني ساعات بالليل بيبقى لون غني وقوي وبيدي اناقه عموما لاي حاجه. يعني عاوزين سكوب لفوشيا في 2017، ايه الجديد اللي هتعمله عبير صبري؟ عندي دلوقتي كابتن انوش بصور كوميدي، وعندي طوفان ان شاء الله رمضان. رمضان؟